إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. السلام عليكم خوتي، معكم عرف ايفاج، فيديو جديد اليوم ان شاء الله. اليوم خوتي فيديو ديال اليوم على الذكرد كارتيتان وواحد الانثى ديال سيفيان، يعني هادو اللي باقي لي من الحمام زينه، وتبقي باقي لي فواياجور هنايا هما اللي باقين. يعني اللي بغا يشريها اخوتي حيت خصني ضروري يعني نخوي السجنه كما قلت لكم باش نحاول نزول السجنه، حيت هاد الحميمات اللي باقي لهم اللي شابريني خصني ضروري نحيدهم. اللي بغا اخوتي يعني الذكر، يعني بزاف الناس كيتمشي ثمن اللي ماشي في القيمه ديالو. الذكر اخوتي هاو كما كتشوفوا الذكر. اللي بغاها اخوتي مرحبا، انا كنخلي النمره ديالي في الديسكريبسيون، يتواصل معايا في الواتساب، يعني النمره اللي كنخليها لكم في الديسكريبسيون، اما يتصل بيا ابل او يهضر معايا في الواتساب اخوتي. اللي بغاها مرحبا، الناس اللي في مدينه طنجه اللي بغا الدكار هو اخوتي بلانكو الدكار في مستوى كما كتشوفوا. يعني دهاد يعني في الاخر ديال 2018 يعني عاد خلاق ماشي كبير بزاف. اللي بغاه مرحبا اخوتي، يعني خصني نبيعو في اقرب وقت، حيت اصلا كما كتشوفوا باقي لي هادو هما اللي كارفيني، باقي لي شي حاجه. الخينيسي كاملين بعتهم، ما باقي لي حتى بياسه الخينيسي، حتى الانثى هاد الخينيسي اللي مجوجه اللي بهاد الذكر هذا، يعني باقي عند الزغاري كنعاونهم بيدي، حتى هما حتى هي بعتها، اللي كان مجوجه بهاد الذكر هذا بعتها. يعني ما باقي لي شي اخوتي، باقي لي هاد الذكر هذا ديال الكارتيتان وهاد الانثى ديال الحمام سيفيا. هاهي فين يا اخوتي، ها تشوفوها، خاصني ننزل معاها الكارتيتان. ها كيفاش اخوتي، كما كتشوفوا الانثى اخوتي شاهد انثى سيفيان مع الحمام النحطخ، انا منكم في العنوان اخوتي. يعني اخوتي هاي كما كتشوفوا الانثى، لعسكم يعني كا نزلت الذكر مع الانثى بين نبين لكم الذكر والانثى وصافي اخوتي. يعني عندي مفروقين، يعني عندكم تعملوا الذكر الكارتيتان مع السيفيا، كنصحكم اخوتي يعني الذكر تعملوا مع الانثى ديال الكارتيتان بحالو. نزلتوا معايا بتشوفوه، يعني بزاف الناس كيديوني شي ثمن اللي طايح وما بغيتش نبيعو عليا. المهم اللي بغاها اخوتي راسلني اخوتي، كاينه الباج ديالي فيسبوك الواتساب انستغرام، كلشي كنخلي لكم في البايو في ديسكريبسيون. النمره ديالي كنخليها لكم تما، اللي بغاه مرحبا. الناس اللي في مدينه طنجه اللي بغا الدكار مرحبا اخوتي، هو وها الانثى ديال السيفيان اللي بغاها اخوتي، باش نقرب لكم كي خطي عليها. المهم اخوتي يعني هذا هو الذكر اللي عجبو مرحبا. شنقول لكم، يعني الناس اللي كتشري هذا الحمام هذا هي الناس اللي كيعشقوا هذا الحمام هذا، اما الناس اللي كتربي الحمام هايدا وصافي راه ما يقدرش يشري الذكر. الناس اللي كتشري هذا الحمام هذا هي الناس اللي كتعشق الحمام النفاخ وعندو الولاعة ديال الحمام هذا. المهم اللي بغاه مرحبا، الانثى ديال السيفيان اللي خصو شي بياسة ديال الانثى ديال السيفيان هاهي اخوتي، يعني اللي بغاها مرحبا. هاهي يا خوتي الانثى اليمنى اللي بغاها مرحبا، هاهي هاهي فيها الباك ديالها كلشي. المهم اللي بغاها مرحبا عاود. الذكر هو اخوتي اللي بغاها مرحبا اخوتي، يعني الناس اللي خصها، اما اللي ما خصهاش يعني بزاف الناس كيدخل كيسقسيني خا عرف شحال هو ما عنده الكان لا يشري لا والو. يعني كنقول لكم اخوتي الناس اللي خصها تشري مرحبا، يعني تراسلني اخوتي، تدخل ليا في فيسبوك في انستغرام في الواتساب، المهم انا نقل لكم جميع مواقع التواصل الاجتماعي ديالي هما في بايو في ديسكريبسيون. اللي بغا مرحبا اخوتي. المهم
هذا هو الفيديو اللي بغيت نعدل على هذا الذكر والانثى ونجاوب الاخوان على بعض الاسئله بلا ما نقطع لا فيديو او نبقوا معنا نقطع لا فيديو ونجاوب الاخوان على بعض الاسئله نجاوب الاسئله اللي اخسر اللي جاوب عليها. المهم نختار شي سل الاسئله ان شاء الله نجاوب عليها. دوك الاسئله اخوتي، السؤال الاول واحد الصديق قال لي خي عرفه انا عندي الذكر ديال الزاجل والانثى ديالو يعني هادي 15 يوم وباقي ما نزلوش البيضه، شنو هو المشكل؟ والغريب في الامر كيقول راهم مجوجين 15 يوم اخوتي. الا كانوا مجوجين 15 يوم خصهم يكونوا نزلوا البيضه يعني نورمالمون، حيت كاينه في الممكن نزلوها مي جوج سيمانات ما كاملاش كتكون نزلت البيضه على حسب يعني الحمام اللي كيتيو الانتاج. كاين الحمام اللي كتعطل يعني صبر اخاي، يعني لما نزل داكشي تحاول يعني تبدل تقدر تكون الانثى عقرا، المهم تحاول تبدل الذكر بشي انثى. سؤال واحد اخر، واحد صديق قال لي خي عرفه اشنو نعطي الذكر الحمام النفع البزقه ديالو ما بقاتش طبيعيه؟ الحمام النفاق يعني الا مرض لك بكرش تحاول تعطيه تومة، يعني تعطيه تومة شي حاجه طبيعيه يعني لا خصك تعطيه عاوتاني لي باستيز. كاين لي باستيز ديال الكرش تومة مزيانين كيعملوهم. ما عنديش يعني النوع ديال الباستيز هنايا كنت وريتو لك نسيت الاسم ديالو. المهم يعني الا كان كاين شي بيطاري يعني ديال الحمام او شي واحد كيبيع ماكلة ديال الحمام كيبيع هاد الادوية ديال الحمام راه تقول له باستيات ديال الكرش ديال الحمام راه ديالك. السؤال واحد اخر، واحد صديق قال لي خي عرفة شني نعمل الحمام اللي كينزل بيض بلا قشرة؟ بيض بلا قشرة اخوتي يعني كنصحكم دايما يعني تشريو واحد الحص، يعني ها هو ديجا كنوري لكم يعني هاد الحص هذا عيط كنوري لكم اخوتي، ولكن كنبغي نعاود الاجابة باش المشاهدين يعني يقولوا راه عرف جاوب على السؤال هذا، ولكن ماشي مشكل. المهم هذا الحص هذا يعني تعطيوه للحمام، ولا ما عندكمش مين تشريوها بحال هذا الحص هذا تعطيوه من الرمله، الرمله فيها ذاك الحص اللي كيقدروا ياكلوا الحمام وكينتجوا البيضه بالقشره ديالها وكتكون صحيحه. سؤال واحد اخر، واحد صديق قال لي خي عرفه شنو الحل الحمام اللي كيطير يعني كيطير بوحدو وما كيرجعش؟ يعني ما عرفتش يعني هذا السؤال هذا كتبوا لي شكون هذا الاسم هذا رشيد شي حاجه كتب لي شنو الحمام اللي كيطير بوحدو ما فهمتش السؤال ديالو بالضبط، ولكن اخا بغيت نقول لك يعني تحاول توضح لي السؤال ديالك في شي فيديو اخر ان شاء الله. سؤال واحد اخر، واحد صديق قال لي خي عرفه واش تركيا كتاثر على الحمام الزاج؟ بالعكس تركيا مزيانه الحمام الزاجل، حيت تركيا كنقول لكم ما استواش الحمام النفاق وكينيسي حيت كتجيهم صعيبه في الهض. الحمام الزاجل ما عندهمش شي كركوره اللي تثقل عليهم ولا شي حاجه عليها، الحمام الزاجل الغين يعني كيهضم تركيا الزرع كلشي، الزاجل اي حبوب طيوا له ما كاينش مشكل. عليا كنقول لكم كارتيتان هو اللي تخافوا طيوا بحال هاد تركيا الزرع هادو كيكونوا صعابين للهضم. سؤال واحد اخر، واحد صديق قال لي خي عرفه انا كنطير الحمام العشيه وواحد العشيه نص الحمام تقريبا ما باتليش في السجنه، باتلي على برا والسجنه مفتوحه. يعني كنقول لك اخا يعني السجنه اللي عامل لهم الحمام اللي كطلقوا ما تنسومش يدخلونيش انا السجنه، خصك اخا تحاول تدريسي الحمام ديالك باش يولفوا لك السجنه ويبقاو ينزلوا للسطح يدخلوا ديريكت من السجنه، ما تبقى حتى حمامه برا. سؤال واحد اخر، نكمل لك سؤال اخر اخا يعني باش تدريسيهم كما
قلت لكم تحاولوا تدريسيو الحمام ديالكم بالماكله وما تخليوش الحمام ديالكم ديما مطلوق 24 ساعه على 24 حيت هذا هو اللي كيأثر على الحمام ما يولفش السجنه بزاف وكيتولفوه هي يطير ويبقى في السطوحه وبزاف د الحوايج. تحاولوا تربيو الحمام ديالكم بذكاء اخوتي. سؤال واحد اخر واحد صديق قال لي خي عرفه انا عندي جوج ديال الحمام سيفيان دائما الانثى كتولد لي بيضه وحده وما كتفقصاش شنو هو المشكل؟ يعني الانثى اللي كيولدوا بيضه وحده راه امر طبيعي يعني تقدر يعني تولد لك جوج مثلا الا كانت الانثى كتولد هي وحده دائما تكون مشكل في الذكر تحاول تبدل انثى الذكر وتجرب اخر. اما المشكل ديال ما كتفقصاش كيرجع في يعني في الحمام ما كيتعاملش مع البيضه مزيان يعني وحده كيبقى يحركوها وديجا يعني مدو ديك 10 ايام الاولى تراقب الحمامه واش كتحضن على البيضه واش كيحضن على البيضه مزيان وتراقب البيضه بدك مده 10 ايام تراقب الحمامه واش يعني واش البيضه تراقب الحمامه واش كتحضن وتراقب البيضه واش عامره ولا خاويه. هادو هما النصائح اللي نقدر نعطيك اخاي على قبل هاد يعني على قبل هاد المشكل هذا. المهم اخوتي ما نطولش لكم في الاسئله كانوا ما هادو الاسئله ديال الفيديو هذا. اللي عجبو هاد الفيديو يبارطاجي اخوتي وكيما قلت لكم اللي بغى جوج بي اس اس يعني الذكر تيتان والانثى ديال السيفيان مرحبا اخوتي يدخل عليا النمره عندي كنخليها لكم في البايو في ديسكريبسيون تحاول يعني تدخل عليا اخوتي في واتساب اتصل بيا ابل وكيما كنقول لكم بيع خاص الناس اللي في مدينه طنجه الناس اللي بعيده اخوتي ما كنقدرش نبيع لهم حيت انتم كتعرفوا اخوتي المشاكل ديال بزاف الحوايج كيوقعوا لي وديجا دوزت من التجربه هذه عليها ما بقيتش كنبيع الحمام الناس اللي بعادي كنبيع الناس اللي قرابين يعني اللي في مدينه طنجه تطوان الناس اللي كتقدر تجي عندي. المهم اخوتي وماشي كنقول يعني ما كنبغيش نبيع اي واحد قدر يجي عندي مرحبا اخوتي اللي بغاها نبيعها له اخوتي ايش ني كنتجنبوا داك سرد لي الحمام سرد لك فلوس داكشي هذا كنتجنبوا اخوتي كيوقع فيه مشاكل وليها ما كنوضح لكم الامور هذه اخوتي. المهم اخوتي كان هذا هو الفيديو اليوم بارطاجيو معنا هذا الفيديو هذا الناس اللي كتبغي عرفها راه تبارطاجي هذا الفيديو هذا ودعمونا اخوتي. الناس اللي جديده في قناه تضغط على ديك البوطونه الحمراء وتفعل الجرس باش يوصل الجديد وشكرا اخوتي على الدعم ديالكم فيديو اللي اذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الان في القناه ليصلك الجديد بالضغط على الزر الاحمر اسفل القناه مع تفعيل الجرس ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.